بدك تبقى فيك بدك تمشي فيك هلا ما بيعني لأمرك ولا بتأثر فيك. فنان ناسي أجرم أرحب فيك على شاشة العربية وبرنامج الصباح العربية. أول مشاركة لك في جلسات وناسة، كيف إحساسك وأغانيك كلها تتحول إلى خليجي؟ مبسوطة كتير لأنه عملنا بروفا أنا وفرقة الموسيقية، حبيت هيك أنه يكون خليط من الخليجي، يعني عملنا بروفا نقلنا نقلة نوعية بالخليجي بالأغنيات وطلعوا حلوين كتير، يعني الناس أكيد رح يحبون. أسعد الله مساك ونفس الأجواء أكيد كل رح أغني كل الخليجي اللي عندي أنا، وزيادة كمان الأغنية اللي بحبوها الناس بس على ستيل جديد. السؤال الثاني، عرب ايدل حتكون انت يعني بمثابه الحكم او خلينا نقول كفه ترجيح احلام على حسن وراغب، ولا كيف حنشوف نانسي في عرب ايدل 2؟ لا انا اصلا ماني حكم، يعني ماني جاي اعمل استاذي على حدا لانه المشتركين يعني انا يمكن اكثر شخص بقدر احس فيهم لاني واقفه وقفتهم بحياتي اكثر من 4 مرات، بقدر حس بخوفهم، بقدر حس برهبتهم على وقوفهم على المسرح، وأنا مش أكتر من أنه عندي خبرة بهالمجال وجاي أعطي لغيري. هيدا هو هلأ ما بيعني لأمرك ولا بتأثر فيه.